أهلا بكم. في مشهد متكرر وجرائم مستمرة، تستمر الولايات المتحدة باستهداف مواقع الحشد الشعبي. الاعتداءات الأمريكية تقوض الجهود التي تقودها بغداد عبر القنوات السياسية والدبلوماسية عن طريق اللجان الفنية المشتركة مع أمريكا فيما يتعلق بجدولة جلاء قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. فواشنطن تسعى إلى عرقلة الانسحاب من العراق عبر إثارة الفوضى واستخدام ورقة داعش والإخلال بالأمن، وبالأخص بعد قيام قوات قسد وبإشراف أمريكي بإطلاق سراح عشرات الإرهابيين من مخيم الهول السوري. فلنشاهد تقرير الزميل شيبان سامي ونعود بعده لمناقشته مع ضيفنا. أهلا بكم. أعربت أوساط سياسية وشعبية عن إدانتها للعدوان الأمريكي المستمر بتكرار خرق السيادة العراقية من خلال افتعال الأعمال الإجرامية باستهداف مقرات تابعة للحشد الشعبي، وفي ظل التأكيدات الحكومية على إدارة الملف الأمني ومحاربة الإرهاب، فإن العراق لم يعد بحاجة إلى أي وجود أجنبي على أراضيه. الاستهتار الامريكي يتواصل بانتهاكاته المستمره واستهدافه لقاده الحشد الشعبي وقواعد الحشد الشعبي واخرها ما حدث في جرف النصر. على الجهات المعنيه، على القوى السياسيه الوطنيه ان تاخذ بعين الاعتبار ضروره خروج قوات التحالف، لا سيما وان القوات الامنيه هي قادره على التصدي لاي عدوان ممكن ان يطرأ على البلد في ظل وجود قوات الحشد الشعبي والقوات الامنيه، فلا ذريعه لوجود القوات الامريكيه. نحن بحاجه الى طرد هذه القوات والمحاسبة ربما بالمثل بحسب ما نستطيع، لأنه هذه العملية عملية انتهاك واضح ولا يمكن لنا أن نسكت على مثل هذا الاستهداف. يربط مراقبون سياسيون استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب العراقي والتحذير بشأن عودة داعش بموضوع انسحاب التحالف الدولي من البلاد، مؤكدين إن الولايات المتحدة لا ترغب بمغادرة العراق في الفترة الحالية، لذا تتخذ من وجود داعش ذريعة للبقاء أطول فترة ممكنة. مباحثات صارت بين بغداد وواشنطن بخصوص خروج القوات الأمريكية، قوات التحالف بصورة عامة. أمريكا جاية تماطل بهذا الموضوع، تحاول تزعزع الأمن مع العلم أنه الأمن مستقر 100% بعد حروب التحرير إلى الآن. فأمريكا تحاول أنه تزعزع الأمن في هدف بهدف أنه بقائها أكثر مدة ممكنة حتى تراعي مصالحها بالشرق الأوسط وكذلك مصالحها الموجودة بالعراق. التحالف الدولي دائما ما يجانب الصهيونية ويجانب الأمريكان في هذا الجانب ويفتعل الأزمات وأزمات، ومن بينها داعش في سبيل إطالة أمد القوات الأمريكية في العراق وبقاء العراق تحت السيطرة الأمريكية لاستغلال العراق وثروات العراق. تزايدت المطالبات العراقية الداخلية بضرورة إخراج التحالف الدولي نظرا لما بات يشكله من خطر على أمن واستقرار العراق مع تزايد استهدافاته المتكررة على الأراضي العراقية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم معنا في محور حديثنا الأول الخبير الأمني والعسكري اللواء الركن السيد عبد الكريم خلاف. مرحبا بحضرتك سيادة اللواء، أهلا بجنابك. بداية، يعني كيف تنظرون إلى استهداف قوات التحالف الدولي في العراق، استهدافهم لقوات الحشد الشعبي في محافظة بابل، وتتكرر هذه المشاهد بين فترة وأخرى، وأيضا كيف تنظرون إلى الجهود الحكومية والردود الحكومية لمنع تكرار هذه الحوادث؟ تفضل. شكرا جزيلا، تحية لحضرتك ولمشاهديك الكرام. أهلا بجناب. يعني أولا هو استهتار بالعلاقة، يعني الأمريكان اللي قاموا بهذه الفعلة استهتروا بالعلاقة مع الحكومة العراقية، وطريقة التعاطي مع هذا الملف بالنسبة للأمريكان مهينة. يعني الآن هو نفس الفعل يقوم به الصهاينة تجاه يعني الإقليم، أيضا بذات العقلية وبذات الطريقة يتعاملون مع الآخر. احنا تربطنا مع هؤلاء اتفاقيات تحكم هذه العلاقة، والأخ ناطق باسم القائد العام عبر عن وجهة نظر سيد القائد العام القوات المسلحة
وكان الوصف دقيق في البيان وانتقاد لاذع، وايضا يعني كانت هناك اشاره الى ان العراق سيتحرك على المستوى القانوني وايضا المستوى الثنائي ومستويات اخرى. هذه سياده اللواء، هذه في كل ازمه انه القوات الحكومة ستتحرك وسيكون هناك رد وستكون هناك أمور قانونية يسلك العراق، لكن دون وجود حلول حقيقية، ونرى بعد فترة نشاهد أن هناك سيكون استهداف آخر لقوات الحشد. هذا صحيح، الكلام صحيح، تكرر كثيرا، ولكن احنا الآن في قضية مهمة وهي بحث مستقبل العلاقات بيننا وبين الأمريكان. لا وجود للتحالف الدولي، التحالف الدولي فقط اسم يعني إطار من خلال نفذ الأمريكان وثبتوا أقدامهم في قاعدتين في العراق وبدوا يعني يفرضون إراداتهم لكسر إرادة العراقيين سواء حكومة أو على المستوى الأمني، ويتحججون بمختلف الحجج. التقييم يأتي من الجانب العراقي وليس من الجانب الأمريكي. أنا ما أحتاج في الاتفاقيات اللي عقدت وخاصة قضية الإطار الاستراتيجي وسبقتها الاتفاقية الأمنية، أنا الذي أقدم طلب فيها، مثل ما تم تقديم طلب في عام 2014 بدعم جوي. العراق الآن يقول أنا ما محتاجكم خلاص، والأمريكان ليس بسبب رغبتهم في البقاء للعراق، وإنما هناك رغبة في بسبب اشتعال الإقليم، والعراق يقع في قلب الإقليم. نعم. وأيضا يعني حماية لنتنياهو وحكومة نتنياهو وعصابة نتنياهو يريدون البقاء في هذا المكان الحساس والمهم لتقديم الدعم للكيان، وأيضا لتنمية قوة غير شرعية في سوريا لتكون أمر واقع مثل ما حصل في التسعينات في العراق. يعني أهداف متعددة، لديهم مشكلة مع الأتراك حتى ينمون قدرات وإمكانيات حزب العمال الكردستاني، لديهم مشكلة مع سوريا حتى تكون قوة هناك تخدمهم للمستقبل تسرق النفط السوري، ولديهم مشكلة مع العراق مع فصائل المقاومة التي التزمت كثيرا يعني في قضية الهدنة التي فرضت. نعم. وكان محورها هو وجهة نظر الحكومة والسيد السوداني أنها يعني يجب أن تكون لإعطاء رسالة إلى الأمريكان أن يعني هناك ضابط يقيد الفصائل فيما إذا التزمت الولايات المتحدة بجدول زمني للخروج، وهذا تنسف دائما الأمريكان ينسفوه باستمرار. شنو الخيارات المتوفرة اليوم أمام الحكومة للتحرك بهذا الاتجاه لإنهاء هذا الاستهتار الأمريكي الطائش في المنطقة واستهداف أبناء الحشد؟ هذا مطلوب من الكل، يعني المنظومة السياسية تعرف تقيد عمل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. المنظومة السياسية لا تقدم الدعم الكافي له لاتخاذ خطوات فعالة حتى تكون لدينا ما يكفي من القوة، ما يكفي من وسائل الردع، ما يكفي من الوسائل التي تؤمن سيادة العراق. شنو اللي ينقصنا؟ احنا عندنا منظومات دفاعية متعددة، عندنا الجيش وعندنا وزارة الداخلية أكثر من 600-700 ألف، وعندنا حشد شعبي، ولدينا جهاز مكافحة إرهاب، شرطة اتحادية، و يعني ملايين المتطوعين الجاهزين لدعم هذه المنظومات. ولكن ما ينقصنا هو الجو، احنا ضعفاء في الجو، ولهذا تشوف المسيرات الامريكيه او الطائرات اذا كانت اسرائيليه او تركيه تخرق الاجواء براحتها وتحقق اهدافها وتعود. ينقصنا دفاع جوي، ينقصنا قدره على تنميه قواتنا الجويه حتى نحمي سماء بلدنا. اذا تمكنا من هذا وتمكنا ايضا من امتلاك بعض البدائل التي الان تحكم العلاقات مع الدول في قضايا الردع، ولمي قدرة الردع عند يعني في داخل العراق لحماية سمائنا وأيضا لتهديد الخصم في حال تمكن من القيام بأي عمل عدواني في داخل العراق، بالتأكيد الأمور راح تختلف وراح يصير تفكير عشرات المرات قبل أن يقدم على أي عمل. الآن شفنا احنا في الاعتداء الماضي على القنصلية في داخل دمشق بالنسبة لإيران، أرسلت 300 طائرة وصاروخ، و يعني كان هدفين في داخل الكيان انطلقت منها هذه الصواريخ والمسيرات اصيبت بالفعل، مع انه يعني بقيه الاهداف اللي غطت سماء الصهاينه في الارض المحتله كان هو كشف لقدراتهم وامكانياتهم في اماكن عده، وراح تستفيد منها ايران في الضربه القادمه. احنا امام مشاهد يجب ان
يعني نستفيد منها. والإمكانيات أو اتخاذ القرار على المستوى السياسي في حماية البلد هو مسؤولية مشتركة، يعني ليس فقط تخص رئيس الوزراء. سيادة اللواء، حسب المعلومات المتوفرة لديك، بأي طريقة تم ضرب قوات الحشد الشعبي في بابل، ومن أين انطلقت هذه الصواريخ أو المسيرات؟ يعني المؤشرات تقول يعني طائرات مقاتلة ترافقها طائرات مسيرة، والطائرات المسيرة مثل ما تعرف يعني دقتها أكبر وسرعتها أقل، وانطلقت من الجنوب، يعني المناطق الجنوبية من العراق من دولة مجاورة. جيد، هل هناك ربط في طبعا التوقيت كان مقارب للضربات الثلاث في لبنان وإيران وبابل، هل هناك ربط لهذه الحادثة؟ طبعا، يعني احنا في العراق تعرفون ان فصائل المقاومة هي جزء من جبهة إسناد غزة، وما حصل في داخل بيروت يعني في الضاحية، نعم، وما حصل في طهران بينهما العراق، لهذا خلق يعني هذا النوع من التشتت وتوجيه الأنظار في داخل العراق على ضربة جرف النصر بعد أن استشهد 7 من أبنائنا هناك. بالتأكيد هذا لا يجعل فصائل المقاومة تركز خارج حدود الوطن وتقدم يعني ما يمكن من إمكانياتها لإسناد جبهة غزة في قضية استشهاد القائد شكر و حزب الله في لبنان. لتعرف ان حزب الله في لبنان هو القوة الكبيرة المهيمنة على منطقة شمال فلسطين المحتلة، وجعلت المنطقة خالية من السكان واحدثت فيها دمار كبير. يعني حسب الصهاينة انفسهم ان هناك 40% من البنى التحتية لهذه المناطق قد دمرت، وهذا رقم كبير. يعني إسرائيل تدفع ثمن باهظ في المجابهة مع حزب الله، رغم كل ما يقال أنها اختالت رئيس الأركان، دفع الحزب ثمن أكثر من 400 شهيد وما إلى ذلك. إحنا الآن أمام مشهد يستخدم فيه حزب الله التقنيات خارج أطر وقدرة الصهاينة على إيقافها أو إبعاد تأثيرها. التأثير موجود والوصول للأهداف موجود بسبب قصر المسافة. كان مثل ما تعرف سياسة الاستيطان السابقة، نعم، دائما ما تأتي بالصهاينة على حزام المدن لأنها يعني تريد خطوة أبعد في القفز لقضم المزيد من الأراضي. الآن أصبحت عبء على الصهاينة في المشهد الحالي في غلاف غزة وفي منطقة الجليل، ولهذا اعتقادي أن الصهاينة الآن يعني يعيدون التفكير والنظر بكثير من الاستراتيجيات لهذا الغرض. في جبهة بعد جبهة العراق هو تخفيف عن الجهد الذي يبذل في قضية ضرب جرف النصر واستشهاد أبنائنا، وجعل الهدفين الآن تحت أنظار الصهاينة. البعض يسأل ماذا يريد الكيان الصهيوني عندما يستفز ويفتح 3 جبهات في آن واحد؟ هو الآن في هذه الجبهة هو يعني ليس مخير، هو يدرك أن الضربات أكثر من 700 ضربة من المقاومة العراقية تلقاها، وصفعات متعددة ومنها في منطقة حيفا وأم الرشراش إيلات وبعض المناطق في الموانئ. واستمرار هذه الضربات يعني مؤلم، يعني ليس من السهل أن يتقبل هذا الكيان هذه الكفخات من اليمن ومن العراق ومن حزب الله ومن الداخل الفلسطيني. لهذا تعدد الجبهات وبدعم من إيران جعل هذا الكيان يفقد الكثير، يعني خسائر اقتصادية، خسائر نفسية، خسائر مادية، تهجير على مستوى كبير جدا في مناطق عديدة وأعداد لا يتحملها اقتصاد الكيان، خسائر بلغت أكثر من 60 مليار دولار، وعدا نفاذ بالذخيرة، وهناك سوء في إدارة الاحتياط الذي كان يتباهون فيه أنه خلال 24 ساعة ممكن استدعاء أكثر من 400,000. لا، كل هذا بإطالة أمد الحرب ونحن ندخل في الشهر العاشر أصبح هذا الكيان نقاط ضعفة كثيرة ومتعددة ويمكن استغلالها. لهذا في الحقيقة هو الآن يعني ليس مخير في فتح هذه الجبهات، في أحيان كثيرة هو أصبح مدافع
يعني بعض العمليات الآن اللي يروج لها أنها انتصار هي ليست انتصار، يعني قتل شخص في غرفة، يعني شنو طبيعة ونوعية الانتصار اللي يحققها من قتل شخص في داخل غرفة وهو ليس محارب في الجبهة وليس في الميدان؟ كثير من الأسئلة تطرح على أن هذا الكيان إذا ما استمر بهذا النهج بهذه الطريقة، ما الذي تحتاج له المقاومة في المستقبل لكي تبدأ بوادر ومؤشرات الانهيار؟ المنطقة ذاهبة باتجاه ومؤشرات خطيرة هنا كما يقرأها المحللون الأمنيون، كيف تقرؤون وما ترون بحسب التطورات والمعطيات الأخيرة على الساحة الأمنية؟ أنا باعتقادي تجاوز الخطوط الحمراء من نتنياهو شخصيا والتي هو بحاجة إليها بسبب وضع السياسي في الداخل، وهي رسائل للداخل أكثر مما هي للخارج، وعناد المستمر في قضية تجاوز هذه الخطوط، ومنها القيام بضرب قنصلية دبلوماسية، وهذا عمل غير مسبوق في كل الحروب. يعني المناطق الدبلوماسية أو الأراضي هاي تعتبر أراضي لدولة أخرى غير سوريا يعني. وأيضا قيامه باغتيال السيد هنية في داخل طهران، هذا العمل راح يجعل المقاومة وإيران تفكر أبعد من ذلك في إعادة دراسة استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا الكيان دون النظر إلى الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء عندما وضعت هي أشبه بالعرف المتعارف عليه عالميا، وهو ثوابت لا يمكن تخطيها لأي دولة كانت حتى لو كانت في حالة حرب مع الآخر. عندما يقوم هذا الكيان بتجاوز كل هذا، إذا على الطرف الآخر أن يفكر كيف يؤذي هذا الكيان في المستقبل، ولديه أوراق عديدة. يعني بالنسبة للفصائل المقاومة وإيران لديهم أكثر من 4 أوراق يمكن العمل من خلالها، وبوادر الانهيار ستظهر سريعا على هذا الكيان. الجمهورية الإسلامية هددت برد حتمي ومزلزل على هذا الانتهاك، وأيضا جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن هددوا أيضا برد. كيف تتوقعون أن يكون حجم وشكل هذا الرد وتوقيته؟ هو بالإمكانيات الحالية بالتأكيد سيكون الرد متزامن. يعني أعتقد ستكون هناك 3 أو 4 جبهات ستفتح النار على أهداف متعددة في داخل الكيان، من داخل فلسطين المحتلة، من حزب الله، ومن أنصار الله، ومن أراضي الجمهورية الإسلامية، وربما حتى من العراق. هذا الكيان يجب أن يدفع ثمن فعلته، ولكن يعني إيران بحاجة إلى خطوتين أو 3 للمستقبل في تغيير استراتيجية التعامل مع هذا الكيان الغاصب المحتل الغاشم، واللي مدعوم بثقل الإدارة الأمريكية بكاملها والغرب. يعني الآن الدعم الغربي على 10 عرب قتلوا بتدبير استخباراتي صهيوني في داخل فلسطين المحتلة في منطقة الجولان، وهذا التدبير معروف. يعني حزب الله لا يستهدف مدنيين عرب، من المستحيل يعني، وعلنا دائما حزب الله صادق في بياناته، والإسرائيليين يصدقون حتى بيانات حزب الله أكثر مما يصدقون بيانات هذا الكيان. لهذا شفنا الغرب في نفس اليوم، في ذات اليوم اللي حصل بهذا المشهد المؤلم ل10 أطفال قتلوا بتدبير صهيوني، أن هناك أكثر من 70 فلسطيني قتلوا في غزة لم يذكرهم أحد، وكأن الدماء هذه تختلف عن الدماء تلك. لهذا استراتيجية جديدة التي يجب أن توضع بالحسبان، وكيف كيف نقوم بإنتاج موارد وتحسينها وتحسين قدرات عسكرية قادرة على الوصول لأهدافها لإرعاب نتنياهو وفريق المجانين اللي يحيط به، مثل هذا السومريتش وهذا الآخر بن غفير ووزير التراث وأيضا شلة من أعضاء الكريست. إذ لم يشعروا بالرعب هؤلاء ويشعروا بالخوف، لن يكون هناك حل قريب. وهذه القضية هي تهم الجمهورية الإسلامية بشكل كبير، بأن تفكر كيف تنمي قدرتها الاستراتيجية بالوصول إلى أهداف صهيونية بسهولة ويسر، عن طريق زيادة قدرات التقنية وتحسين الأداء بشكل ملحوظ، وهذا أمر ممكن. بخصوص التقنية، اليوم البعض يتساءل عن هل لدى إسرائيل هذه القدرة التقنية والعسكرية بأن تستهدف مكان
الشهيد إسماعيل هنية داخل طهران ومن داخل إسرائيل، أم أنها استعانت أو ربما حظيت بدعم أمريكي وتم استهدافها من أحد القواعد الأمريكية؟ هو هذا موضوع الاغتيال ما يحتاج جهد كبير يعني أبدا، ولا يحتاج استخبارات عالية. يعني هو الرجل استخدم هاتف الثريا واستخدم تليفون، وهم عندهم نظام متطور بالغرب لاستمكان المكالمات. نعم. حتى ما عندما رئيس الشيشان في حادثة قديمة في التسعينات عندما قتل بصاروخ روسي أيضا استخدم الهاتف مع مسؤولين مغاربة. نعم. وقتل. سيد إسماعيل هنية استخدم الهاتف، وهناك يعني يمكن أن تكون طائرة صغيرة مسيرة في الداخل الإيراني وتم جمعها وترتيبها عن طريق عملاء، وأرسلت مقذوف صغير للدخول إلى غرفته وقتله. هذا ممكن، وهو عمل ليس بطول يعني، وعمل سهل يعني في من هذه الناحية. هذه التقنيات موجودة الآن في كل العالم. الذي يعني حصل أن القرار في هذه القصة مهما كان ومن أي جهة كانت ومن الذي ساعد، هو مصلحة صهيونية بامتياز. وشفنا احنا اللي حصل له رئيس الموساد عندما بثوا فيديو يستقبلوه وهو يرقص لأنه نال من السيد هنية، ناسيا متناسيا أن المكتب السياسي ليس لديه سلطة في الميدان. الميدان هو بيد القسام وقادة القسام، وهم من مرغوا ألوف الجيش الصهيوني في الوحل. وهؤلاء الذين فتحوا نوافذ للمحادثات عن طريق الوسطاء، يعني مثل قضية الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس. أبو مهدي المهندس عندما كان موجود، عندما تحصل مشاكل يعني في بين الفصائل وبين الأمريكان وجهات أخرى كثيرة، كان هو يقف بطريقة يعني يفكر بطريقة استراتيجية بعيدة جدا ويحل المشاكل خلال دقائق. غيابه يعني أثر بشكل كبير، وكان هو يعني الجامع لكل القوات. عندما يكون رئيس مكتب سياسي مستهدف وهو رئيس مكتب سياسي، رجل أستاذ جامعي ويحمل شهادة دكتوراه وفي ميدان السياسة قديم جدا، استهدفه عائلته بكاملها، أولاده وأسرته وأخواته وأولاد عمه وعماته، 61 شخص، ولم يكفيهم هذا. هذه منظومة الشر الصهيونية هي التي يجب أن تدفع ثمن لتتوقف. لا يجعل هؤلاء أن يعيدوا تفكيرهم باستخدام وسائل القتل الشنيع والوحشية إلا بمجابهتهم بذات الطريقة وبذات الأسلوب وبذات النهج. هناك من يرى بعض الردود هي شكلية وبعض الردود حقيقية، هل تتوقع أن تتجه الجمهورية الإسلامية نحو خيار الرد الحقيقي وجبهات المقاومة؟ وما هو السيناريو المتوقع في حال ردت الجمهورية الإسلامية رد يقابل حجم هذه الهجمة التي شهدت؟ هم في قضية التصعيد سيصمتون ضربة ويستوعبوها وينتهي، اتخذوا احتياطات سلبية، أخلوا المقرات صاينة، وجعلوا من يعني وسائل إنذار مبكر الآن يعني في أشد حالاتها استعدادا في درجة إنذار عالية حتى تدخل الناس بالملاجئ ويتفادون الضربة والخسائر، مع أن الجمهورية الإسلامية لا تستهدف مدنيين. يعني هي في طبيعتها في تكوينها العقائدي المدنيين ليسوا أهداف لها، عكس الصهاينة المجرمين الذين يقتلون المدنيين بالآلاف ولا يبالون. لهذا باعتقادي أن الذي يجري لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة إذ لم تتخذ الخطوة التي تحدثت عنها بتحديث برامج الأسلحة والتقنيات وإدخالها في هذه المنظومات التي تمتلكها الإيران بشكل واسع لإيصال وسائل الردع بأمان إلى أهدافها. وهذا عمل يعني يجب أن يفكرون به الأخوة في إيران، يجب أن تزود فصائل المقاومة بهذا. شفتوا أنتم في قضية أرامكو عندما استهدف أنصار الله السعودية وضربوا 6 أهداف وعطلوا أرامكو ل6 أشهر، بعدها السعودية استسلمت وتوقفت ولم تعد تفكر في مهاجمة اليمن. لماذا؟ لأن الرد كان مؤلم. هؤلاء كهؤلاء يجب أن يكون الرد مؤلم. من الجانب الأمني، أي من جبهات المقاومة هي الأكثر تأثيرا على الكيان الصهيوني؟ الحقيقة كل جبهة لها خصوصية. يعني مثلا حزب الله
سيطر على مناطق شمال فلسطين المحتلة وجعل التهجير واضح والدمار فيها كبير. أنصار الله يعني جعلوا استراتيجية المجابهة استراتيجية مختلفة، دفعت ثمنها أوروبا وإسرائيل وبعض حلفاء إسرائيل في المنطقة. نعم. وحرم البحر الأحمر والبحر العربي على الصهاينة، وهذه استراتيجية يمكن أن تتطور لا بعد من هذا. الآن هم وصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط. ولاحظ يعني قضية التأمين والشحن وأسعار الأسعار التي ارتفعت لأضعاف، يعني 3 أضعاف أو 4 أضعاف، وحتى نسب التضخم تدخل في هذا القرار. لو تم تطوير هذا القرار من قبل الجمهورية الإسلامية المحاصرة والعراق الذي يرتهن أمواله بيد الإدارة الأمريكية وسوريا التي تعاني من 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 قانون قيصر، كل هذا بخطة واحدة وبترتيب بتطوير استراتيجية الردع بالحصار البحري، أنا أعتقد ستكون الشروط هي رفع هذه الحصارات بكاملها. وإلا يعني ما معنى أن تمتلك سلاح وعدوك يفرض عليك حصار في البحر وأنت تستطيع إيذاءه وتدميره وتقويض قدراته ولا تفعل ذلك؟ بالتأكيد نحتاج إلى إعادة النظر، إعادة النظر في كل هذا. غزة فعلت الكثير، غزة الآن يعني أظهرت الوجه الوحشي للغرب وللصهاينة، وأيضا منحت فرصة كبيرة للدول الضعيفة والمستضعفة أن تكون في ميدان يستطيع من خلاله إيجاد نفسه وحفظ استقلاليته وقراره، وأيضا التأثير في القرارات حتى في داخل الولايات المتحدة التي تفرضها الآن على الدول عن طريق وزارة الخزانة وجوع الشعوب. هذا كله ممكن. نعم. ممكن الآن. إذن بقيت جبهة العراق والمقاومة الإسلامية في العراق وأيضا دور الجمهورية الإسلامية بالرد على الكيان. جبهة العراق جبهة إسناد لكل الجهاد، يعني هي أولا منطقة مرور ودعم لوجستي، هي جبهة لاختيار أهداف مع الأخوة في اليمن ومع حزب الله والقيام بخزان لدعم هذه الجبهات المتعددة بما فيها جبهة غزة. إيران طبعا هي الداعم الرئيسي، كل السلاح الموجود لدى المقاومة هو بفضل إيران، هذا لا ينكر ولا أحد يستطيع إنكاره، وتطوير هذه الإمكانيات هو قوة لإيران. هذه الإمكانيات تحتاج إلى قفزة وخطوة. إحنا الآن أمام المشهد الجديد الذي رسمه نتنياهو، والإدارة الأمريكية صمتت ولم تستطع حتى انتقاده. لهذا فعل الميدان وتحريكه بخطوة إلى الأمام هو الذي سيقوم بكل هذا. جبهة متراصة أنا أعتقد الآن هو سيكون جبهة موحدة، سيكون الرد من جبهة موحدة. نعم. من سيشترك فيها بالتأكيد من سيحتاجه الميدان، من سيؤذي، من سيستطيع أن يقدم شيئا يعني مثل الآخرين. حزب الله لديه سبب الجغرافيا، قرب الجغرافيا من الحدود، وأيضا الفصائل في داخل فلسطين المحتلة لديها الإمكانية للوصول للأهداف وإلحاق أذى فادح بالصهاينة. لكن جبهة اليمن أنا أعتقد إذا استمرت في استهداف الأهداف البحرية هو الأفضل وهي الأكثر تأثيرا. أما إيران فبالتأكيد زخم الضربات، احنا تحدثنا عن 300 ضربة جوية نالتها يعني فلسطين أراضي فلسطين المحتلة في قضية القنصلية، ربما أنا أعتقد ستكون هناك أهداف أبعد وأسلحة جديدة ستدخل وزنها أكبر. أحسنتم الخبير الأمني والعسكري اللواء الركن عبد الكريم خلاف، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، بعيدا من التفاصيل التي أحاطت بعمليتي الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة الإيرانية طهران واللتين ما زالت فصولهما غير واضحة المعالم، بصرف النظر عن الطريقة التي استخدمها الكيان الصهيوني في تنفيذ هذين العدوانين الكبيرين واللذين ألقيا بظلال قاتمة للغاية على مستقبل المنطقة والإقليم، فأن تداعيات هاتين العمليتين ستكون مؤثرة من دون أدنى شك، ربما تفتح الباب على مصراعيه لموجة هائلة وغير مسبوقة من ردود الأفعال، خصوصا في ظل تأكيد كل أطراف محور المقاومة بضرورة معاقبة الكيان الصهيوني قطع يده التي امتدت غدرا وغيلة لتختال 2 من كبار قادة محور المقاومة في الإقليم.
جريمة اغتيال الشهيد هنية والرد القاسي المنتظر محور الحديث الثاني مع ضيوفنا. إذن مشاهدينا أرحب بضيفي الكريمين أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الجبوري، مرحبا بحضرتك. حياكم الله. وأيضا عبر سكايب الباحث والمختص بالشأن الإيراني الأستاذ سمير شوهاني، مرحبا بكم. أهلا بكم. أهلا بحضرتك أستاذ علي. أبدأ معك بداية فيما يتعلق باغتيال إسماعيل هنية، كيف تقرؤون ذلك على محور المقاومة والضربة التي وجهت إلى ضيف الجمهورية الإسلامية داخل طهران؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللضيفنا الكريم ومشاهدي الأيام الأفاضل. يعني بالتأكيد ضربة موجعة لقيادي مهم ويعني مكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دوره في عملية إدارة المقاومة سواء كان بشقيها السياسي وحتى العسكري على الأرض، بالتالي خسارة كبيرة للمقاومة، خصوصا نتحدث عن يعني ظرف مفصلي في موضوع الصراع بين الكيان الصهيوني. على الرغم من خسارة قائد كبير ومؤثر وله صولات وجولات في مقارعة الكيان الصهيوني الغاصب، لكن فصائل المقاومة والجمهورية الإسلامية والجبهة الفلسطينية تحدثوا أن هذا الأمر لا يثنينا عن عزيمتنا وإنما سيزيدنا إصرارا. نعم. وتمسكا بالقضية الفلسطينية. وهي الصورة الثانية اللي أردت أن أعرج عليها، وهي أنه هذه حقيقة هي ليست يعني المرة الأولى اللي تستهدف فيها قيادات مهمة ورئيسية قبل الشيخ أحمد ياسين وقيادات ربما بمستوى بهذا المستوى وأكثر. في نهاية المطاف الحركة المقاومة واللادة هنالك جيل من القادة الآن، هم قسم منهم يتحركون في الميدان وقسم آخر في إدارة الشأن السياسي، فبالتأكيد هذا الموضوع بالعكس ربما يكون بداية عملية زيادة في الجانب المعنوي لمحاولة عملية الثأر لهذا البطل المقاوم، ومحاولة أيضا باتجاه عملية ترصين العمل الجهادي سواء كان على الميدان أو في الإطار السياسي. جيد دكتور، أعود لحضرتك. أستاذ سمير أرحب بحضرتك مرة أخرى. بداية كيف تتابعون الجريمة النكراء التي ذهب الكيان وهي استهداف السيد إسماعيل هنية داخل طهران، وأيضا ما جرى في العراق ولبنان وإيران، هل سيغير أوراق الحرب وهل نذهب إلى حرب شاملة أو نبقى في الفعل ورد الفعل سواء من الجانب الصهيوني أو الجانب الأمريكي؟ تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت في العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن السيد إسماعيل هنية زار إيران بناء على دعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد السيد مسعود بيزشكيان. نعم. إذن ضيف وجهت له دعوة رسمية وزار إيران بشكل علني وبشكل رسمي. ما قامت به إسرائيل من هذه العملية طبعا حتى الآن لم تتضح بشكل مؤكد هل الكيان الإسرائيلي هو الذي
نفذ مباشرة هذه العملية النكراء أو عبر عملاء أو عبر مغرر بهم. حرس الثورة الإسلامية خلال الساعات أو الأيام المقبلة سيعلن التفاصيل والمجهولات حقيقة، ولكن بغض النظر عن هذه العملية وكيف تمت ومن يقف وراءها، الكيان الصهيوني هو المسؤول عن هذه العملية وإن نفذت بأدوات غير إسرائيلية. ومن هذا المنطلق إيران يعني موقفها كان واضحا منذ البداية بأنها ما هي الأدوات أو الجهات التي من الممكن أن تتبنى هكذا هجوم أو تتجه نحو هكذا استهداف غير إسرائيل؟ أصابع الاتهام تتجه نحو من برأيكم في الوقت نفسه؟ هناك بعض الأطراف ربما تتهم جهات من داخل إيران أو إيران نفسها بمقتل السيد هنية. لاحظوا فيما يتعلق بأنه من يقف وراء هذه العملية، بالنسبة لموقف الجمهورية الإسلامية هو أن الكيان الإسرائيلي هو الذي يقف وراء هذه العملية. ولكن حول طريقة تنفيذ هذه العملية، هل عناصر على سبيل المثال من الكيان الإسرائيلي نفذوا هذه العملية؟ هذا لحد الآن أمر مستبعد. وهل هناك عناصر من الداخل قاموا بهذه العملية بناء على توجيهات يعني مقرر بهم، جواسيس، عملاء، مرتزقة؟ ولكن في المحصلة بالنسبة لإيران الكيان الإسرائيلي هو الذي يقف وراء هذه العملية. طبعا ما حصل هو خرق أمني، يعني أنا هنا لا أريد أن أبرر ما حصل، خرق أمني من هذا المنطلق مؤكد، ولكن بالنسبة لإيران الكيان الإسرائيلي هو الذي نفذ بشكل مباشر أو غير مباشر هذه العملية، وإيران سترد على هذه العملية. في التجربة الماضية عندما استهدف، طبعا الكيان الإسرائيلي من الطبيعي أنه لن يتبنى، هو لم يتبنى حتى الآن ولن يتبنى هذه العملية بكل تأكيد، لأنه يعني الكيان الإسرائيلي منذ يعني عقود على سبيل المثال فيما يتعلق باستهداف المفاعل النووي العراقي في ثمانينيات القرن الماضي في جنوب بغداد، مفاعل تموز أو أسيراك، لحد الآن الكيان الإسرائيلي لم يتبنى هذا الهجوم على المفاعل النووي العراقي قبل أكثر من 40 عاما. جيب، كيف تقرؤون تزامن هذه الهجمات في لبنان وإيران وحتى العراق؟ هي حقيقة يعني الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدور الأمريكي، يعني لولا المعلومات التي تشاركها الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي ليس بإمكان الكيان الإسرائيلي أن يقوم بهذه العمليات. المعلومات المصدر الرئيسي لتنفيذ هذه العمليات، وهذه المعلومات بالكل تأكيد تأتي من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية في لبنان كان أو في أي منطقة أخرى. وأنا أتصور بأنه كان يعني هناك تعاون أمريكي إسرائيلي في تنفيذ هذه الاغتيالات والاستهدافات في لبنان، في إيران، وأيضا في جرف الناصر. يعني كانوا يريدون إيصال رسالة واضحة بأن أولا الكيان الإسرائيلي مسنودا بالدعم الأمريكي قادر على الفعل الكثير في هذه البلدان، وثانيا بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي، وثالثا أنتم تعلمون جيدا بأن منذ يومين والإدارة الأمريكية تصرح بشكل علني بأنها ستقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي في أي رد إيراني أو رد من محور المقاومة. ولكن فيما يتعلق بالرد، أنا أتصور بأن الرد الإيراني آت بكل تأكيد، وحزب الله أيضا سيرد، واليمنيون بكل تأكيد أيضا سيردون. ولكن المجهول هنا، هل أنتم تعلمون بأن هناك غرفة عمليات مشتركة لمحور المقاومة، هل سيكون الرد الإيراني واللبناني واليمني والعراقي حتى، هل هو بشكل مشترك؟ أنا أستبعد أن يكون بشكل مشترك، ولكن لا أستبعد أن يكون بشكل متزامن. يعني كافة هذه الجهات ستقوم. إذا تسمح لي أستاذ سمير،
أناقش معك موضوع الرد لكن بعد قليل. دكتور علي، نتنياهو، هناك من يرى أن نتنياهو لم يتجرأ بالذهاب أو يتجاوز الخطوط الحمراء إلى هذه المرحلة إلا بعد أن حصل على الضوء الأخضر من قبل الجانب الأمريكي، وخاصة بعد زيارته الأخيرة إلى أمريكا وتصفيق الكونغرس له. كيف تقرأ هذا الطرح؟ يعني بالتأكيد الضربات والحقيقة الخيبات اللي تلقتها حكومة اليمين المتطرف نتنياهو، سواء كان على الميدان في غزة وعلى المستوى الداخلي، وحركة يعني المعارضة الشديدة سواء كان على المستوى الشعبي، عوائل الأسرة، على المستوى يعني الخيبة، يعني موضوعة الفشل الاستخباري في سبعة يعني تشرين، هذه كلها كانت سقطات كبيرة وهزائم متتالية لنتنياهو. هو الآن يريد أن يسوق انتصارات ما علها تساهم إلى حد كبير في رفع منسوب إمكانية بقائه بالسلطة واستمراره، وحتى إمكانية خوض انتخابات جديدة. اليوم الحديث في الصحف الإسرائيلية هنالك ارتفاع غير طبيعي في يعني شعبية حكومة اليمين المتطرف نتيجة لهذه الضربات، سواء كان في طهران في الضاحية أو حتى في العراق. وبالتالي هذا الرجل وهذه الحكومة هي استخدمت هذه الاستراتيجية اللي هي عملية محاولة البحث عن انتصار مزعوم خارج الميدان، المواجهة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس. هم وأيضا هنالك هذه الآراء، ألم تفكر بالردود التي ستقوم بها جبهات المقاومة والجمهورية الإسلامية كما وعدت بأنها ستكون ردود حقيقية على أرض الواقع؟ هو هذه استراتيجية الحكومة نتنياهو، الاستثمار في هذا الوقت، خصوصا هي تعرف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية موقف الإدارة الأمريكية حرج جدا، موسم انتخابي، عملية تنحية للرئيس الآن المستمرة ولايته دستوريا لكنها عمليا منتهية، النائبة الرئيس المرشحة القادمة للحزب الديمقراطي هي الآن يعني ملتزمة بهذه الملفات، الصراع بين الحزبين في الانتخابات، هذه كل حقيقة الكيان الصهيوني يحاول أن يمعن في عملية توريط الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أو إعادة إحياء المواجهة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع محور المقاومة بشكل كامل، عن طريق يعني استفزاز. يعني هذه الأعمال كانت هي خطوط حمراء أنه تذهب إلى الضاحية وتقوم بعمل بهذا المستوى، استهداف للمناطق السكنية وكذلك في قلب العاصمة طهران وفي بغداد أو في شمال بابل. هذه حقيقة كلها عمليات يعني ما كانت يعني درجة الخطورة بها عالية جدا، ريسك عالي، لكن نتائجها السياسية إيجابية لصالح الحكومة اليمين المتطرف. لذلك كيف تقرؤون دور الدول الأوروبية في التعامل مع هذه الأحداث الأخيرة؟ السيد الحوثي أشار إلى موضوع مهم جدا، هو الدور الأمريكي مع التصعيد الإسرائيلي والتحذير من أي رد عسكري على الجرائم الخطرة، وأيضا قال أن الدور الأوروبي والسعي لاحتواء المواقف، هذا ما تسعى إليه الدول الأوروبية، وأمريكا تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بالتصرف وانتهاك الخطوط الحمراء. يعني الدور الأوروبي خصوصا، يعني بدأ الكيان الصهيوني الولايات المتحدة تخسر يعني أصدقاء ومؤيدين للكيان الصهيوني بشكل متتابع. تذكر معي الاعترافات المتتالية، إسبانيا، النرويج، وقرار المحكمة الدولية، كثير من الأمور اللي بدأت، حتى القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عملية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. هذه كلها حقيقة كانت مكاسب دبلوماسية وسياسية على هامش يعني العملية البطولية في طوفان الأقصى. بالتالي أنا أعتقد الكيان الصهيوني يعول على شريك واحد استراتيجي ومهم وأيضا متورط معه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. أما المواقف الأخرى فلا تعنيه حقيقة. جيد. أستاذ سمير، أعود لحضرتك، ماذا تريد أمريكا للشرق الأوسط أن يحدث فيه؟ وأيضا أسألك ما هي خطوات ومراحل الرد التي توعدتم بها وتوعدت بها
فصائل المقاومة للكيان الصهيوني الغاصب؟ فيما يتعلق بالمستقبل التي تطمح إليها الولايات المتحدة، حقيقة لولا عملية طوفان الأقصى للولايات المتحدة لقطعت شوطا كبيرا في موضوع تطبيع العلاقات بين دول المنطقة والكيان الإسرائيلي. يعني عملية طوفان الأقصى أوقفت إلى حد كبير عجلة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهناك دول عربية يعني الجميع يعرفها بأنها اليوم ليس بإمكانها أن تكشف بشكل علني عن نياتها وعزمها للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بسبب يعني فظاعة ما يحصل من جرائم ومجازر في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي. ما تطمح إليه الولايات المتحدة أن تبقى إسرائيل الحليف الأول والقوة المتفوقة في المنطقة، لا يتفوق عليها أي بلد في المنطقة، خاصة في مجال الطيران وفي المجال الدفاعات الجوية. هذا ما تريده الولايات المتحدة بالنسبة لمستقبل المنطقة. ولكن فيما يتعلق بالرد، الرد الإيراني بكل تأكيد، فيما يتعلق بالرد الإيراني الذي جاء في عملية وعد الصادق، إيران من مجموع 4 أجيال من صواريخها لم تستخدم إلا من الجيل الأول والثاني، ولكن بكل تأكيد في هذا الرد الذي سيأتي خلال الأيام القادمة، وطبعا إيران ستعتمد سياسة الحرب النفسية والنفس الطويل. هناك البنتاغون يقول بأن إيران قد تشن الهجوم على إسرائيل خلال 72 ساعة، قد يحدث هذا، ولكن إيران غير معنية بتحديد التوقيت. نعم. ربما بعد أسبوع، ربما بعد يومين، ربما بعد أسبوعين. وإيران بكل تأكيد ردها سيختلف عن الرد الأول، وستستخدم صواريخ جديدة من الجيل الثالث والرابع في ضرب أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي وحتى في تل أبيب، هذا مؤكد. ولكن فيما يتعلق برد المقاومة في حزب الله واليمنيون، أنتم تعلمون جيدا بعد 10 أشهر من العدوان الإسرائيلي ومشاركة حزب الله في التصدي لهذا العدوان، الآن كل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة خالية من السكان بسبب صواريخ المقاومة، كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى. وفي رد حزب الله القادم بكل تأكيد سيكون هناك تغيير لقواعد الاشتباك، لأن استهداف الضاحية الجنوبية كان خط أحمر تجاوزه. نعم. الكيان الإسرائيلي. طيب ماذا تتوقعون بعد رد إيران وفصائل المقاومة على الكيان الغاصب؟ هل خيار الحرب سيكون موجودا، وما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا؟ الآن أنا أتصور بأن نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية وعالمية. الولايات المتحدة لا تريد أن تحترق بهذا النيران، لأنها تعلم جيدا بأن مصالحها ستكون في مرمى الاستهداف ومرمى النيران، ولهذا تحاول بأن لا تجر المنطقة إلى حرب إقليمية وعالمية. إيران أيضا لا تريد أن تجر المنطقة إلى حرب إقليمية، ولكن إيران تقول لديها موقف واضح بأنه عندما نتحدث عن عدم بأن خل أحد لتستفرد. إذن فقدنا الاتصال بالباحث والمختص بالشأن الإيراني أستاذ سمير شوهاني، أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الإيرانية طهران، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الجبوري أشكرك جزيل الشكر. حياكم الله. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.